ولكن اسمحوا لي أيضا بنقطة صغيرة. على مدى أيام التغطية حاورت عددا من الضيوف تحدثوا عن جمال، بعضهم يعرفه شخصيا بعضهم لا يعرفه، واسمحوا لي أن أحدثكم عن تجربتي الشخصية أنا. فعلى مدى عامين عملت معه، خبرته مهنيا وإنسانيا. النقطة التي تعلق في ذهني دائما هي اللقاء الأخير الذي جمعني به في واشنطن بعد أن منع من التغريد ومن الكتابة. كان مستاء جدا غاضبا، تحدث عن مكالمات وضغوطات كثيرة بإسهاب. ولكن ما لفتني أكثر شيء أنه كان يقول دائما، كان يقول: أنا لست معارضا، أنا لست لا أريد لنظام الحكم السعودي لنظام الحكم أن يزول أبدا، أنا أريد الإصلاح، أريد أن أكون ناصحا لمحمد بن سلمان، أريد إصلاحا ممنهجا مدروسا. هذه الكلمات سمعها كثيرون غيري من قبل، وأنا سمعتها أيضا، ولكن اللافت أنها جاءت وهو غاضب جدا، في قمة الغضب، في قمة الاستياء. والإنسان في قمة الغضب يظهر وجهه الحقيقي، تسقط الأقنعة. فهل النصيحة جريمة؟ هل الصحافة جريمة؟ جمال خاشقجي أراد أن يغرد، أراد أن يقول كلمته بحرية، وقاتل من أجل ذلك وقتل. ولكن بعد أن قتل، وهنا المفارقة، ربما تأتي تغريداته وكلماته أقوى من أي وقت مضى، وربما تؤسس لميثاق جديد في التعامل مع الصحافة والصحفيين في العالم كله، ليس فقط في العالم العربي، في العالم كله. دفعت الثمن غالياً يا جمال، رحمك الله وأكرم مثواك، في أمان الله.